كنترول كيزام كيزام تبارك الله كيزام والله يا كورة زوينة كورة زوينة ودي هادي كانت ماركة سامبو ما مفهموش سامبو كان يزيد كورة يسبق الغارديان ويماركيها ودي جات كورة كي تماركة وبحال ماك مشي في الويدات اوروبا زوينة شو هادي وسط ليشا غيجيب لك كورنر وعجبني فاش مشى عند الجمهور بغى يحركهم زعما قلت لعاب في النفس يعني جبتي لعاب كيقدم داكشي اللي خاصو يدار السلام عليكم اللي شتي البارح دار بو ماتش ونحاولوا نجمعوا اللقطات ديالو في ماتش البارح كاملين ونحاولوا نعطيو الرياكشن ديالنا عليهم وصراحه ماتش كبير دارو بحكم ديال الثاني ماتش ليا رسمي في البطوله حسب موقع سوفا سكور خدا رابع على تنقيط في المباراه من بعد يحيى عطيه الله اللي جا الاول ب 8.1 يعني بسوا داك البيت اللي ماركه وصراحه دار ماتش كبير يعني في الشوط الاول اول مره كيلعب كجناح الشوط الثاني لعب كجوكر يعني لعب بزاف المراكز المركز الثاني امين ابو الفتح اللي تاو دار ماتش كبير 8 والمركز الثالث يوسف المطيع اللي البارح كان لي دور في فوز الوداد 7.9 المركز الرابع اليا شتي مناصفه مع جمال حركاس 7.6 دونك شوفوا البارح التحركات ديال إليا شتي لانه عجبني وإليا شتي اختصار ديال اللاعب كيدير داكشي اللي كيقول ليه المدرب يعني ما كيزيد ما كينقص هادشي كامل غتشوفوه في هاد الفيديو ثنائيات كيزيد كره الدقيقه الاولى يعني مشى جاب لك كورنر زين السونطاج مزيان صراحه شن داكشي اللي كي خاص اللاعب يديرو كيديرو كيزيد ما كينقص هو سونطراج كورنر دقيقة جوج كورة الحيمود قدامو التمريره في العمق مشاتش مزيان خوكاك يمكن شات باسي الشرق البحري وتسنى منه شي حاجه هي ثنائيات تشيق في راسو كيلعب ساهل ما مصاحبش كورة على راسو يزيد بال قدام باش لي زاوية مغلقة غير جا كورة غيلعب ان دو هو عطية الله وغير سونطري لك كورة هذا ما لقاش لي يكمل اما تماركيت السونطراج حط لك عنده زينك اخويا لعب سهل توني ايش كالعادة خلو عين موال انا عجبتني كورة كيفاش كنا كنخرجوها من الضغط بحال ما هكا كورة زوينة وكورة سهلة وشيقين في راسنا هادشي اللي بغاش كورة شطوع راه ما خدامش وما غدير بها والو شي كورة كيفاش كتخرج هي عطيت الله تبارك الله زين وغيعطيها لشي تشي سونطرا زوين صراحة هي ماركاج غتمشي لخونا كورة كيزعم بعد الماتش كيزعم كيدخل بكورة وكتستقلي ماشي كتستقلي يعني لعبو هو هداك وصافي هي ما كيزعمش بزاف وهادشي بحكم انه يلا تاني ماتش ليه الى عطيتو عطية الله في الاول ملي كان مع الوداد يعني عطية الله كنا كنشمو في ديك اللعيبه اللي عنده النجاعة الهجومية يقدر يماركي من كورة وحدة تبقى غادي بها غير هو في الاول ما كانش كيزعم ولكن ملي ولا كيزعم يعني ولي كنشوف عطية الله كيماركي كيزيد بكورة بحال البيت اللي كان ماركي على وجدة يعني زاد بكورة وماركا يعني كون كان في الاول ما كانش غيقدر يشيرها كاع يبغي يلعبها حداه ولا يسونطريها باش كيعجبني كيزيد بكره قدام وما كيطوحش كره من اللور يعني كيبغي يلعب ساهل كيبغي يلعب حداه وشي حاجه متيقن من انها ما غديهاش كره للويد نيا ماركاج شوفوا لي اللاعب ديال برشيد كيفاش لاصق عليه مخليش فين يتنفس
شو الاخوان، انا ما كنطبل اللي ما والو، كنقول داكشي اللي كنشوف انا وكتشوفو نتوما دابا. اش قلت لكم؟ كي زعم كره لقدام واخاك، شفنا خرج كره شي كيفاش خرجت وربحنا مساحات. كون كان عطيت له والله شي طوه هادي برا. ثنائيات الى لاحظتو كتشوف فيه كتقول هاد راه لاعب واحد على الاقل واحد 10 الماتشات مع الوداد، هو يلاه جوج ماتشات اللي رسميين حد الان لاعبو مع الوداد، يعني الى بقى بهاد النيفو يعني ومع البنزرتي كيبان ليا غيبقى رسمي ديما ويبقى يعتمد على عطيات الله بحال البارح. عاوتاني هادي نيشي طوع عطيات الله كون جاتو، هادشي راه واقع الدراهم، ماشي كنزيد فيه ولا شي حاجة، ولكن الواقع هو هاد. زينك اخويا لعب ساكن، كيلعب كرة في الأرض، هاي لاحظو مزيان، شوفو كيما كتشوفو كرة في الأرض، الوقت اللي كيبغي سونتر راه كيسونتر، يعني كيبان لي أنه كرة مناسبة للسونتر، بحال هاد الكرة تبارك الله زاد بيها ويعطي باس، تبورا تا كيعرف يسونتر، وكانت غاتشمارك. راز الشرق البحري مع شفن نايت، كونترول كيزام كيزام تبارك الله كيزام، والله يا كورة زوينة كورة زوينة. ودي هادي كانت ماركة، سامبو ما مفهموش، سامبو كان يزيد كورة يسبق الغارديان ويماركيها، ودي جات كورة كيتماركة وبحال ماك ماشي في الوداد اوروبا. كرة ممتعة بحال هكا، كتلعب كرة في الأرض كتمتع في كرة سالينا، الوقت اللي كيبان لك أن خاصك تلعب تمرينات في العام تسونطري كرة راه زوينة. شو هادي وسط ثلاثة غيجيب لك كورنر، وعجبني فاش مشى عند الجمهور بغى يحركهم، زعما كنت لعاب في النفس، يعني جبتي لعاب كيقدم داكشي اللي خاصو يدار. السلام عليكم. صراحة شن إلياس البارح دار ماتش كبير، نتمنى هو يبقى غادي بهذا المستوى، ما كاينش اللي يحيد لي بلاصتو ولا كان يبقى غادي بهذا المستوى، وعطيات الله يبقى يبقاو يلعبو كجوكير كجناح، الوقت اللي يكونوا ماتشات ديال عطيات الله راه غيدخل ليهم. انا في النظر ديالي شي تيبقى ماتشات البطولة وعطيات الله تكون واحد المداورة باش اللعب ما يفقدوش التنافسية ونربحو لعاب بحال عاوتاني البارح ربحنا لعاب، شي بالنسبة لي ربح شي لعاب جديد والسلام. بالنسبه للماتش يعني في هاد الظروف اللي فيها الوداد حاليا وقدمنا داك المستوى وقدرت تربح يوسفيتش برشيد، لا يوسفيتش برشيد البارح داروا ماتش كبير تما وكانوا واقفين وقدرنا نربحهم وضيعنا بزاف فرص، واهم حاجه في هاد الماتشات في البطوله وما خاصهم يتربحوا حتى الماتش الاكادير نحاولوا نربحوا باش ما كان يعني كنسولوش على الاداء في الظرفيه. البارح كان الاداء صراحه كانت الوداد واقفه غير ما كانش ديك النجاعه الهجومي واللعاب اللي غادي ينهي لك الهجمه، وهادشي راه هو المشكل ديال الوداد، ما كاينش تسعود وما كاينش جناح، خاصك جناح لانه حنا غير كنخسروا في الاجنحه، عشان المترجي يلاه رجع الهوني ما بقاش كيلعب، الحشيمي البارح ما دخلوش، يعني خاصك جناح وخاصك تسعود الا بغات تكون الوداد مزيانه في الهجوم. واهم حاجه هو حاليا مركز الثالث، نتمنى نربحوا ماتشات المؤجله باش نحشلوا الصداره، ومن ثم تكون هضره اخرى يعني ان شاء الله مورا انتدابات مورا الميركاتو تكون هضره اخرى ان شاء الله.